كامل. نتمنى تكونوا فوتوا هذا العيد ان شاء الله بالصحه ولهنا يا ربي. هنا كما راكم تشوفوا انا حضرت لكم بكبوكه يعني مع يعني وصفات تاع العيد. كما راكم تشوفوا هنا البكبوكه صراحه ما نطيبهاش الايام الاولى تاع العيد، لكن في خاطركم قلت نطيبها بلاك شمه وحده تحب هكا طيبها الايام القادمه. اول حاجه نبداو بها يعني حبه بصله تكون يعني شويه كبيره، حبه طماطم تاع حب، ثوم يعني كميه وفيره. هنا ثوم كما تعرفوها يعني البكبوكه تحب الثوم، وعندي ايضا كميه من المعدنوس والكزبر. نحطهم يعني مباشره في الروبو تاعي. تحبوا البنات يعني تميكسيو كلش يعني عفوا ترحوا كلش وقطعوا المكونات تاعكم عادي، انا فقط يعني باش نسهل عليا الخدمه نلحق كلش في الروبو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نحطها في الكوكو تاعي. هنا بالنسبه يعني الطيب تاع البكبوكه يعني هي الاحسن طيبوها في الكوكوط باش تجيكم عاقده وتجيكم بنينه وطيبه ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا يعني البكبوكه تاعي الدواره تاعي راح تكون يعني مشحمه، لهذا حطوا فقط ملعقه تاع زيت، هذا ما كان باش تقلوا هذاك البصل ويعني المكونات هذو كما راكم تشوفوا فيهم. ما تضيفوش الزيت بزاف لانه كما تعرفوا الكرشه تاعنا راح تكون ميد مشويه، لهذا نحاولوا كيفاش نقصوا لدم عليكم يعني على قد ما تنقصوا في المفيد. هنا كما راكم تشوفوا ضفت كميه من الملح، نقلي البصل تاعي حتى يذوبوا هادو المكونات كما راكم تشوفوا فيهم بهذه الطريقه. زدت ضفت ملعقه كبيره طماطم كونسونطري وشويه هريسه. هنا الحار كما تحبوا يعني ما تضيفوش الحار ما تضيفوش، انا صراحه نحب البكبوكه حاره تجي ما شاء الله. هنا قليوا المكونات تاعنا مليح كما راكم تشوفوا حتى تقريبا يذوب لكم هذاك البصل، باش كيما راكم تشوفوا انا عندي هنا البكبوكه تاعي كنت غليتها بشويه خل وشويه خل عفوا غسلتها نقيتها بيان، بعد غليتها في شويه خل نحيتها وتقطعتها باش تجيني سهله. حنا في المنطقه تاعنا يعني ما نقرطوهاش، نخلوها الكرشه كيما راهي، نحترم يعني تقاليد والعادات تاع الجزائر كامل. هنا كيما راكم تشوفوا قلت لكم يعني كنت قطعتها نقيتها يعني من قبل قطعتها، ومن بعد خليتها تقطر نحيت لها هذوك الزوائد تاع الشحم. البنات يعني حاولوا تنقصوا الشحم على قد ما تقدروا. من بعد نحطها في الكوكوطا تاعي كيما راكم تشوفوا بعد ما يتقلاو لي هذوك المكونات كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. انا صراحه هذه الطريقه تاع الام تاعي يعني ملي كنا صغار وهي طيبها بهذه الطريقه وتجي بنينه ما شاء الله، لي يعني حبيت نشاركها معكم باش تجيكم بكبوكه ما شاء الله يعني باش تجيكم معسله. لازم تقلوا هذاك البصل بيا كيما راكم تشوفوا وتقلوا ايضا هذيك البكبوكه تاعنا كيما راكم تشوفوا باش تدخلها هذيك البنه تاع البصل والثوم والطماطم كيما راكم تشوفوا والهريسه بهذه الطريقه حتى تتقلى لكم مليح. تشوفوها يعني بدا الخليط تاعكم ينشف ثم تقدروا تمرقوها يعني جانبا، لازم تكونوا تسخنوا في الماء. هنا كيما راكم تشوفوا بالنسبه للتوابل حطيت كميه من الفلفل الاسود، شويه كمون، كزبر، ايضا راس الحانوت. هنا الكميه تاع التوابل ترجع ليكم، لكن البكبوكه تحب الدواره تاعنا تحب يعني التوابل هكا باش تجيكم بنينه وعاقده وتجيكم كيما تاع العرس. هنا كيما راكم تشوفوا خلطوا مليح هذو المكونات كيما قلت لكم قلوها مليح بهذه الطريقه باش من بعد تمرقوا. يعني هنا انا بالنسبه للبصل عفوا بالنسبه للحمص انا كنت يعني رنخت قبل بليله كميه من الحمص، انا ديما رنخ يعني كميه كبيره نحطها في الكونجيلاتور وقت ما نحب نجبد. هنا كميه تاع الحمص ترجع لكم نتوما، كاين اللي يحب فيها الحمص بزاف كاين اللي ما يحبش فيها الحمص بزاف، هنا لكم الحريه. انا صراحه ما نحبش فيها كميه من الحمص بزاف، كنت ضفت يعني قليل فقط حوالي فنجان فقط تاع الحمص. الكميه كما قلت لكم ترجع لكم نتوما، عاودوا بنفس الطريقه يعني كي تضيفوا هذاك الحمص زيدوا قلوه مليح مع البكبوكه تاعكم. من بعد باش كما قلت لكم تكونوا سخنتوا الماء من قبل. هنا البكبوكه تاعي انا من نوع يعني اللي طيب وباينه بلي طيه في يدي حسيتها بلي طريه. هنا الا كان خفتوا يعني البكبوكه تاعكم ما طيب لكمش تقدروا تضيفوا ملعقه صغيره من خميره الحلويات راح طيبها لكم يا البنات ترجعها لكم زبده. يعني الا كان طحتوا في البكبوكه او الدواره تاع البقري هي شويه هكا تجي شويه صعيبه للطياب، حطوا غير مغرف صغيره تاع خميره الحلويات وتشوفوا كيفاش طيب، والله يطيب لكم زبده ما شاء الله.
هنا كما شفتوني انا حطيت الحمص تاعي، قلوا المرميطه تاعكم بهذه الطريقه، من بعد مرقوا عادي بالماء السخون، لازم يكون سخون باش البكبوكه تاعكم ما تعصاش، يعني ما تضيفوا الماء، تمرقوهاش بالماء البارد، حاولوا تمرقوها بالماء السخون. كما راكم تشوفوا الكميه تاع الماء كما ديما نقول لكم، يعني جوست تتغطى البكبوكه تاعي، الدواره تاعي جوست تتغطى، من بعد نخلوها تغلي، لازم تخلوها تغلي صح، من بعد تقفلوا الكوكوط تاعكم. علاش؟ لانه كل ما تخلوهاش تغلي البنات قادر الكوكوطه تاعكم كما تعرفوا النوعيه تاع لي كوكوط تختلف. انا صراحه هذه الحمد لله ما طردقتش فيا، لكن شفت بعض الاخوات طردقت فيهم. هذا راجع انه نتوما يعني ما تخلوش الكوكوط تاعكم كما راكم تشوفوا، ما تخلوش المرميطه تاعكم تغلي، من بعد تقفلوها، حاولوا انكم تخلوها تغلي صح، تخرج هذاك البخار الزائد، من بعد وكما شفتوني يعني هذيك الرغوه اقفلوا عليها، خلوها على نار هادئة، خلوها تطيب ساعة ساعة يعني تفقدوها حلو وشوفوها. هنا كما شتوها جات ما شاء الله واحد البكبوكة معسلة وبنينة وما هيش ميد ما بزاف، يعني تسلم فمكم كما نقولوها. نتمنى يا ربي تجربوا الوصفة البسيطة تاع اليوم، حبيت غير نطلع عليكم يعني قلت بالك أخوات مازالوا ما طيبوهاش، إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم وتكون يعني بنينة كما جاتني أنا بنينة عسل. أنا مالي غير نقول لكم تهلاو في روحكم مع وصفات أخرى إن شاء الله. الله في امان الله. البنات ما تنساوليش الجيم والبارطاج، هذا يعني تقديرا للتعب اللي راني نتعب فيه، يعني على خاطركم. سلام مع وصفات اخرى ان شاء الله.